لدي ألفت كتابا، صحيح البخاري نهاية الأسطورة الذي تعرفونه، والذي يعتبر لحد ساعة على رأس المبيعات في المغرب منذ 3 سنوات، وهو يتربع على عرش المبيعات في المغرب ويتربع على عرش المبيعات أيضا في تونس. أيضا قاموا بهكره في العراق، قاموا بهكر الكتاب وطباعته بدون إذن مني، ويباع أيضا في العراق حسب المعلومات، يعني في الأرصفة في أي مكان. وكان الشيخ كمال الحيدري، وهو مرجع شيعي، تحدث عن الكتاب وتحدث عن تلك الطبعة الموجودة عندهم في العراق وأيضا في لبنان. تحول مركز ثقل الدين الإسلامي إلى هذا المجتمع الذي تمت صناعته في المخيال الإسلامي في العهد العباسي. أما الوثائق التاريخية في الحقيقة فلا نعرف شيئا عن هذا العصر، كيف كان الرسول، كيف كان هؤلاء الصحابة، حقيقة ما كان يعج ويثج في ذلك المجتمع لا أحد يعرف عنه شيئا. ربما الدراسات الأركيولوجية مستقبلا قد تكشف لنا عن شيء قد يكون صادما جدا للمسلمين، وهذا هو الواقع الذي يخشاه الكثيرون. لذلك الآن يمنعون في السعودية أن العلماء الآثار من التنقيب في هذه الأماكن، لربما يكتشف الناس أشياء غريبة جدا وقد تصدم المجتمع، بل قد تكذب كل المسلمات التي بين أيدينا الآن. الذين تناولوا سيرة البخاري، وأريد أن أفتح هنا قوسا، لا يوجد دليل تاريخي على وجود هذه الشخصية أصلا، يعني كل ما لدينا هي روايات فقط لدى أناس تحدثوا عن هذا الرجل بعد وفاته بأزيد من 200 سنة. فهو يعني فارسي من أصول فارسية، يعود إلى بخارى، ربما هي أوزبكستان حاليا. هذا هو محمد بن إسماعيل البخاري. يقال عنه أنه كان فاقد البصر، لما بلغ 10 سنوات رأت أمه إبراهيم في نومها، دائما العناية الإلهية تلف هذا الرجل بشكل بغيبيات وأحلام وأساطير تلفه. لما كان عمره عشر لما بلغ 10 سنوات أمه ترى إبراهيم يخاطبها ويقول لها: لقد رد الله على ابنك بصره. فنهضت من فراشها وذهبت لابنها لتجده قد رد الله عليه بصره. هذه كلها حكايات تروى عن هذه الشخصية فقط كي يصعقك التيار الكهربائي إن أنت اقتربت منها. ويكفيني أن أذكر هنا بما قاله قبل أزيد من 3 سنوات، تقريبا 4 سنوات، محمد عمر هاشم، وهو رئيس سابق لجامعة الأزهر، وهو الآن عضو في هيئة كبار العلماء بالأزهر، قال: لا يجب أن يقاس البخاري بالمقياس البشري. أيضا ابن كثير أورد مجموعة من القصص الغريبة، قال: ما كان صحيح البخاري في مركب وغرق، ويستسقى به الغمام. تخيلوا معي هذه الأشياء، هذه الميزات ليست حتى للقرآن، للقرآن ليست له هذه الميزات، لكن نجد هذه الميزات لصحيح البخاري. فهذا الكتاب سيج منذ نشأته بمجموعة من الأساطير والخرافات، بل أن شيخ الأزهر في سنة 2019 في إحدى اللقاءات في إحدى خطبه قال: السنة تمثل 75% من الدين الإسلامي و25% فقط للقرآن، وبالتالي أصح كتاب هو صحيح البخاري، هو أصح كتاب بعد القرآن في نظرهم. لذلك فهو يحتل 75% و25% تبقى للقرآن، فهو أقوى من القرآن، وبالتالي سويجت هذه الشخصية وسويج هذا الكتاب بهذا من القضايا الغريبة جدا. ندفع ضريبتها إلى يوم الناس هذا، إلى يومنا هذا. عندما تقول لهم مثلا إن البخاري بشكله الحالي محرف، يقول لك: أنت أحمق أهبل. أقول لهم: هذا يقول به الحاكم في مستدركه، يورد مجموعة من الأحاديث يقول بأنه لم يروها البخاري. الآن هذه الأحاديث موجودة في صحيح البخاري، متى دخلت إلى صحيح البخاري؟ وفي القرن السابع، يعني بعد وفاة البخاري ب400 سنة، ابن حجر ووافقه الذهبي يقول بأن هذه الأحاديث ليست في البخاري، يعني أن النسخة التي كانت في القرن السابع ليست هي النسخة التي لدينا. فأنا أستشهد لهم بشيخ من شيوخهم، من إمام من أئمتهم،
وهؤلاء الأئمة يعتبرون كلامهم فيصلا في كتب الفقه. عندما أقول لهم أن مخطوطات صحيح البخاري كانت متضاربة مختلفة فيما بينها، لا آتي بشيء من عندي، بل أقدم لهم كلام ابن حجر أقوى من شرح صحيح البخاري في مقدمة كتابه فتح الباري، يقول أنه وجد 13 نسخة مختلفة، وأوضح بأنه قام بدمج هذه النسخ فصنع لنا صحيح بخاري جديد في القرن التاسع، يعني بعد وفاة البخاري بسبعة قرون. يعني أن البخاري الذي بين أيدينا هو صناعة ابن حجر في صيغته النهائية وليس من تأليف البخاري. عندما أقول لهم أن البخاري لم يكمل كتابه، أستشهد لهم بنص الباجي يورد فيه كلام المستملي الذي يقول: إن تسخت كتاب صحيح البخاري من أصله كما عند الفيرابري فوجدت أنه لم يتم بعد، وجده مسودا. بدأت أدرس الكوديكولوجيا، علم المخطوطات، فكانت دراستي لهذا الكتاب بهذا المنهج وعلى هذا الصعيد كأول دراسة اهتمت بصحيح البخاري من جهة المخطوطات. فوجدت مفاجآت غريبة عجيبة، منها أن صحيح البخاري لم يتم تأليفه، أو لا يوجد هذا الكتاب إلا بعد وفاة البخاري نفسه بأزيد من 230 سنة، تحديدا 239 سنة. هو بعد أن ألفت كتاب صحيح البخاري نهاية أسطورة، وقلت بأن أقدم مخطوطة لصحيح البخاري تعود إلى ما بعد وفاة البخاري ب239 سنة، يعني بين وفاة البخاري ووجود هذا الكتاب خمسة أجيال أو ستة أجيال، ستة أجيال، تصور. عندما قلت هذا انبرى خبير المخطوطات المغربي الدكتور عز الدين ساوري، وهو موظف في وزارة الثقافة، هو خبير في المخطوطات الأندلسية، قال: لقد وجدنا مخطوطة لأبو الحسن القابسي، وسميت بمخطوطة القابسي، تعود إلى أواسط القرن الرابع، وبينها وبين البخاري نحو تقريبا 97 سنة. الواجب يقتضي ماذا؟ يجب أن يتراجع رشيد أيلال عن فكرته. وكان أول من أخبرني بوجود هذه المخطوطة هو صديقي محمد المسيح، والذي كان أخبرني، رأى المقال الذي كتبه أستاذ عز الدين الثوري، قال لي: لقد وجدوا مخطوطة بينها وبين البخاري 67 سنة، وبينها وبين البخاري جيلين فقط. الفيرابري تلميذ البخاري أخذ عنه البخاري تلميذه المروزي، وأخذ عن المروزي القابسي هذا. قال لي: أنت متخصص في صحيح البخاري، يمكن أن حتى تتأكد من المعلومة. لم يتصل الصبح، حتى اتصلت يعني مع الساعة تقريبا 7 صباحا، اتصلت بصديقي محمد المسيح في فنلندا، قلت له: هذه المخطوطة لا علاقة لها بالقابسي ولا علاقة لها بالقرن الرابع، بل تعود إلى ما بين القرن التاسع والقرن العاشر الهجري، يعني بعد وفاة البخاري بأزيد من 700 سنة. بدأت أفحص المخطوطة فوجدت نقولا من هذه المخطوطة أخذت من كتاب ابن حجر العسقلاني فتح الباري، وكتاب فتح الباري لم يؤلف إلا في القرن التاسع، يعني تحديدا انتهى من تأليفه سنة 842 هجرية. فكيف يكون هذا الكتاب ألف في القرن الرابع وفيه نقول في القرن التاسع إلا إذا كان القابسي يسافر عبر الزمان؟ وهم يريدون أن يقدموا أي مخطوطة، أي خربشة، على أساس أنها مخطوطة علمية، ويكذبون على الناس لأن الناس لا تقرأ ولا تبحث، مع كامل الأسف. فهذه هي حكاية قصة مخطوطة القابسي. وفي الطبعة الجديدة لكتاب صحيح البخاري نهاية أسطورة أضفت فصلا خاصا بهذه المخطوطة، ذيلت به الكتاب، لأنه يجب أن أوضح للناس بأنهم يكذبون عليهم في مسألة مخطوطة القابسي، وأنها لا تعود إلى القرن الرابع بل تعود إلى القرن العاشر بأدلة لا تقبل الجدل. Alright. بسبب هذا الكتاب حضرتك تعرضت إلى محاولة اغتيال، تحب تتكلم عنها؟ نعم، قبل سنة ونصف تمكن المكتب المغربي للأبحاث القضائية التابع للمخابرات المغربية من القبض على خلية متكونة
أو مكونة من 3 أشخاص يطلقون على أنفسهم خلية أجناد البغدادي، أجناد البغدادي يعني خلية تابعة لداعش، ووجدوا لديهم مخطط للقيام ب3 عمليات، وأيضا كانوا يستهدفون رشيد أيلال كي يقتلوني، وقد وجدوا لديهم وثائق فيها صوري، فيها أجندة بتحركاتي الدقيقة جدا، يعني متى أذهب إلى العمل، متى أعود، أين أجلس، أي مقهى أجلس، مع من أسير، أين أسكن، كل هذه المعلومات جمعوها، وهذا يدل على أنهم لا يمكن أن يجمعوا هذه المعلومات من تطوان. ربما لديهم هنا في مراكش أدرع، لديهم أدرع تابعة لهم هي التي استطاعت أن تجمع هذه المعلومات عليه، ولكن وئدت هذه المحاولة في المهد، وتم القبض على هؤلاء ومحاكمتهم، هم الآن يقضون مدتهم الحبسية. لكن في صحيح البخاري إياك ثم إياك أن تصدق الكفار وتكذب صحيح البخاري، فأنت ستحيق بك اللعنات، وقد ينفجر عليك أحد الحمقى من أتباع صحيح البخاري في النهاية.